انترفيو. رجعنا لكم في إكسبريسو كالعادة، مازلنا مواصلين، مازلنا نحكيو على نفس الموضوع، على تغطية الحدث اللي صار البارح، على تعليق مجزرة مستشفى المعمداني اللي ارتكبتها قوات الاحتلال البارح في حق الشعب الفلسطيني. باش يتدخل معنا رئيس مجلس نواب الشعب سي إبراهيم بودربالة للحديث أكثر على أهم التعليق اللي ربما يراه صالح ويراه مناسب لهذه المجزرة، لهذه العمل الشنيعة اللي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني البارح، باش نشوفوا كذلك أهم ما ربما ينجم يتخذوا السلطة الإشرافة في تونس. دونك يكون حاضر معنا سي إبراهيم أبو دربالة. صباح النور. أخير تحياتي للفريق ولمستمعيكم. شكرا لك سي إبراهيم أبو دربالة على قبولك تفاعلك معنا. إذن اليوم سي إبراهيم، البارحة كنا شاهدين البارحة على المجزرة اللي ارتكبها العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في مستشفى المعمداني اللي راح ضحيته أكثر من 500 شهيد بين صغار وكبار، بين مرضى وجرحى وغيرهم. تعليقك على هذه الحادثة؟ هذا بدون تعليق، هذه أبشع ما رأت الإنسانية، أنه يقع قصف مستشفى والعالم يتفرج، العالم يعني لا يرد الفعل، يعني هذه قمة البشاعة الإنسانية، يعني القيم الكونية لحقوق الإنسان والحريات واحترام الذات البشرية، كلها مفاهيم أصبحت بدون معنى. بالتالي يعني اليوم يعني الشعب الفلسطيني وكذلك يعني الأمة العربية قاطبة والعالم أجمع بيسر، يعني مثل ما اسمه أفظع مارينا من آلة دمار صهيونية تستهدف الأطفال، الرضع، النساء، الشيوخ، المؤسسات الاستشفائية، المدارس، المنازل، والعالم يتفرج، وبمباركة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن العالم الغربي، الدول الغربية كلها يعني مساندة بالصمت أو حتى جهرا. ولذلك يعني الآن نحن دخلنا في مرحلة جديدة، العرب ككل، يعني النزاع ليس فلسطيني إسرائيلي، النزاع هو صهيوني عربي، ودخلنا مرحلة جديدة وعلينا أن نستوعب الدرس ونعد العدة لمجابهة هذا الواقع، لأنها هي حرب إبادة ضد يعني الشعب الفلسطيني، ولكن في الحقيقة بداية حرب إبادة لكل العرب. إذا سي إبراهيم، البارح شفنا الكلمة اللي لقاها سي رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح وقت اللي تلقى مجلس الأمن القومي في اجتماعه البارح، كان أكد على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وندد زاد بجريمة الشنعاء هذه، وأكد زاد على ضرورة تطبيق القوانين الدولية الإنسانية وضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية. في نظرك أنت سي إبراهيم بودربالة كرئيس مجلس نواب الشعب، من يتحمل المسؤولية الأولى في هذا القصف؟ لك حال، أنا نعتقد اللي يتحمل المسؤولية الأولى هو الولايات المتحدة الأمريكية اللي بعثت حاملتي طائرات يعني للمنطقة، يعني أولا لتعبير عن مساندة غاصب ثم لترويع يعني سكان المنطقة بأنها يعني مستعدة لتدمير المنطقة بأكملها في سبيل الوقوف إلى جانب التغمة الحاكمة في إسرائيل. واضح. قبل كنا نشوفوا برشا مؤيدين للكيان الصهيوني المحتل كما اليابان، كما أمريكا، كما ألمانيا، كما فرنسا. هل أنه ترى ربما توجه ولا كل الآراء هذه في منعرج ما بين التأييد إلى التنديد، أو باش تقعد بعض القوى المتسلطة في العالم على نفس الرأي؟ هذه الدول، كل هذه الدول هي الآن بان بالكشف لكونها هي تحت تهديد الصهيونية العالمية لا أكثر ولا أقل. هذه الدول أصبحت فاقدة لإرادتها، هذه حكام أصبحوا فاقدين لإرادتهم،
ويعني لا هناك فرق ما بين يعني آراء شعوبهم وقرارات قياداتهم، ولذلك لا أعتقد أن شعوبهم راضين بالمآسي التي تجري الآن في غزة. أكيد كنا شفنا البارح برشا مظاهرات تندد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة. سي إبراهيم، موقف الجامعة العربية وموقف حكام العرب كيفاش تقيم؟ الجامعة العربية هي في حالة وهن مطلق، هي يعني الوهن هو شنو؟ هو الشعور يعني بالمرض العضال وغير القدرة على التعافي منها. هذه هي الجامعة العربية الأفضل أنها أصبحت تكية من التكايا وأنها تغلق أبوابها، أفضل، لأنها لا ليست لها علاقة لا بطموحات الشعوب العربية، ليست لها علاقة لا بما يجب أن تفعله يعني لفائدة يعني ولدعم يعني القضية. انتهت يعني الجامعة العربية بالنسبة حسب تقييمي، لم يعد لها مبرر لوجودها. واضح. سي إبراهيم، نقطة أخيرة، البارح كانت فما مسيرة مساندة للشعب الفلسطيني وتندد بالعدوان على مستشفى المعمداني، هو في الحقيقة متندد بالعدوان ككل، لكن خاصة خروج بقوة من قبل التوانسة تنديدا بالقصف الهمجي على المستشفى من قبل مطالب الشعب التونسي البارح كانت تجريم التطبيع. رأيك في هذه النقطة بالأساس؟ نحن الآن يعني بصدد دراسة هذه المسألة في مجلس نواب الشعب، والمسألة يعني لا تقتصر فقط على تجريم التطبيع، لأنه التطبيع في حد ذاته هو يعني خيانة عظمى، هو كما قال رئيس الدولة هو خيانة عظمى لا نحتاج اليوم إلى تجريمها، ولكن لابد من زجر كل محاولات التقارب مع الكيان الإسرائيلي سواء مباشرة أو غير مباشرة مع الخواص أو مع الذوات المعنوية. وبالتالي إن شاء الله في القريب العاجل سيدرس مجلس نواب الشعب يعني قانون من شأنه أن يحدد هذه المسألة بصورة واضحة ويقرر العقوبات اللازمة جزاء لكل من تخول له نفسها الاغتراب مع مؤسسات الكيان الصهيوني أو مع أفراد إن كانت لها مؤسسات يعني بالطبع. سي إبراهيم، شكرا لك على قبولك تفاعلك معنا وقبولك تدخلك معنا، جزيل الشكر لك. كان معنا سي إبراهيم أبو دربالة رئيس مجلس نواب الشعب. فقط كلمة أخيرة، كل بيانات الاستنكار والإدانة نتصور أنه ما عاش عندها وقت، ما عاش عندها إفادة، لم تعد تكفي. دونك خلينا نشوفه شنو لازمنا نعمله، شنو لازمنا نعمله على الأقل من الأول، كيفاش نجم نتصرفه لفتح المعابر لوصول مساعدات. نفكروا لرئيس المجلس الأوروبي قال وشدد على ضرورة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لمقاومة ولمواجهة هذا العدوان المحتل الغاصب اللا إنساني اللي يحارب بشتى أنواع الفظاعة والقبح. دونك احنا مازال واصلين معاكم في برنامج إكسبريسو، وقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة. Interview.